مرحبا. أصغر قرية بسويسرا بيسكنها بالوقت الحالي بس 16 شخص، أغلبهم من كبار السن، بعد ما كانت تضم 300 شخص بالقرن التاسع عشر. هاي القرية مشهورة ببيوتها المتقاربة وبأسقف حجرية ومتوزعة على الجبال، والغريب أنه تقرر تحويلها كلها لفندق سياحي، يعني مو مبنى صغير، قرية بأكملها. بننتقل لحالة الطقس، عم يكون الجو بين الصحة والغائم جزئيا بشكل عام، وعم تميل درجات الحرارة ارتفاع قليلا لتصير أعلى معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية بأغلب المناطق. ليلا عم يكون الجو بارد بأغلب المناطق، وعم يحذر من تشكل الصقيع والضباب بالمرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية. الرياح متقلبة جنوبية شرقية خفيفة عم توصل سرعة 10 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تروح بين 50 و90%، أما البحر خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 15 درجة. ننتقل لطقس العاصمة دمشق اللي عم يكون غائم جزئيا وعم تسجل عليها 17 درجة. بالمحافظات السورية وتحديدا بالمنطقة الجنوبية عم تكون الأجواء غائمة جزئيا بسويدا وعم تراوح بين 5 و15 درجة، أما بدرعا فعم تراوح فيها درجات الحرارة بين 6 و18 درجة، وبالقنيطرة مكفية الأجواء غائمة جزئيا وعم تسجل عليا فيها 14 درجة. بالمنطقة الوسطى عم يكون طقس بين الصحو والغائم جزئيا وعم تسجل عليا بحمص 15 درجة، أما بحماة فعم تتراوح فيها درجات الحرارة بين 5 و17 درجة. بالمنطقة الساحلية مكفية الأجواء غائمة جزئيا وعم تتراوح درجات الحرارة بطرطوس بين 12 و18 درجة، وبالأدقية عم تسجل العليا فيها 17 درجة، وبلواء اسكندرية عم يكون طقس بين الصحو والغائم جزئيا وعم تسجل العليا 16 درجة. بالمنطقة الشمالية عم تكون الأجواء غائمة جزئيا بإدلب وعم تسجل فيها الصغرى 5 درجات، وبحلب عم تتراوح فيها درجات الحرارة بين 4 و16 درجة. أخيرا بالمنطقة الشرقية عم تكون كمان الأجواء بين الصحو والغائم جزئيا بدقة وعم تتراوح فيها درجات الحرارة بين 6 و16 درجة، وبالحسكة عم يكون طقس كمان غائم جزئيا وعم تسجل الحرارة العليا فيها 19 درجة. بدير الزور عم يكون كمان طقس بين الصحو والغائم جزئيا وعم تسجل الحرارة الصغرى فيها 8 درجات. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.